متابع لجمعيه البر الخيريه بالجديده اللي باقي لهم ما شاء الله تبارك الله على سعد القحطاني كم 600 سهم، والحقيقه انه باقي فقط 500 سهم من 300 ريال ويكتمل هالمشروع. يلا يا شباب نبي الان مع الجمهور نقرا تبرعاتهم ونعلنها على الهواء ونكسب الدعوات من المتابعين الصالحين اللي ان شاء الله بعضهم مستجاب الدعوه فيستجيب الله لكل من انفق في هذا الوقت. وتذكروا جيدا بان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، يعني مرافق مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه. سلطان توكل على الله، كل واحد يعطينا كلمته، ما نبي نطلع في العشر دقائق هذه لان التبرع ما ياخذ دقيقه الا وانت مع ركب المحلقين والمنفقين. وتذكروا ايضا ان هذا الدرع راح يوصلك الى باب بيتك في اي مدينه مدن المملكة العربية السعودية، وما يوصلون لاستراليا، فقط في السعودية ب 2000 ريال هو سهم البركة، وسهم الفرد 100 ريال، والوالدين اهدي لوالديك سواء كانوا أحياء أو أمواتا، والأموات يسعدون ويفرحون، تكون قبورهم ضياء ونورا وفسحة وسرورا بإنفاقك لليتيم. وكذلك الحسنات يذهبن السيئات، ممكن حالهم يتغير الأفضل، يكون أنت بتبرعك أسعدتهم في قبورهم ونقله لهم إلى الجنة ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم. سلطان وش تقول؟ أقول سريع عطنا تبرعاتكم يا جمعية وتبرعاتكم يا أهل الخير. الموفق اللي الله يوفقه إن الله يدله على الخير ذا. راح الكثير اللي كنا نشوفه ثقيلا علينا، والله العظيم إن نقول نسولف إنه العيال نقول ما هم خلص، لكن راح الكثير ولا عد بقى إلا القليل ولا عد بقى إلا الجماله. فأهل الخير أبشرك واجد، والموفق اللي الله يوفقه ويدله. في اللي يقول الله يجعل ربي يزيدكم زوايد فضله، والله يجعل ربي يوفقنا وياكم، يجعلنا وياكم من المقبولين عند الله وعند خلقه. يا رب يا كريم. مزنة الصي علي تبرع 100 ريال، دعار الحارث 100 ريال، نور مبارك 300 ريال، مزون الحويطي 300 ريال، عمر الغربي 300 ريال. تبرعوا باللي تقدرون عليه يا جماعه، الجمعيه وضعوا هالاسهم فقط للتحديد الحسبه الرياضيه حتى نفرحكم ونقول بانه باقي 500 واحد منكم رجال ونساء. الحين لو اخذنا الجوال وتبرعنا 300 ريال، 500 واحد فقط تبرعنا اليوم، راح نكرم الايتام ونكرم انفسنا لاجل انه نتجه الى منفذ الرحمه من الله لنا ونخلص النيه لله ونقول يا رب هذه لك. فاذا اعطيتوا لله فالله سبحانه وتعالى سيعطيكم من واسع فضله وكرمه وعطاءه. الان 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 يا ليت، ودائما اقول طالبكم وانخاكم لاني اعرف انكم اهل خير، واذا نخيناكم نخينا ناس انكفوا محبين للخير، ما يهب لنا ولا لجيوبنا. عندنا الان مع الجمعيه مرخصه مصرحه بجمع التبرعات على الهواء مباشره بنظام في زمن الحزم والعزم. فالان انفقوا لمثل هالجمعيه، جمعيه البر الخيريه بالجديده. روح تطبيق الراجحي او الباركود اللي اسفل الشاشه ووجه الكاميرا عليه، يطلع لك الرابط على المتجر على طول. 300 ريال، 500 واحد، نفرح الان ونسعد باكتمال هذا المشروع اللي كلنا ان شاء الله نسعد وانتم اول السعداء، لاني اعرف جيدا من خلال الاوقاف الماضيه والجمعيات الخيريه للايتام وغيرها، والله ما يفرح الا انتم وانتم بانفسكم. اللي ربما بعضكم يقول سجدنا شكرا لله في بيوتنا فرحا باكتمال المشروع اليتيم هذا في مكه المكرمه لان هناك الاجور مضاعفه. فخلونا اليوم كلنا نفرح مع بعض لاننا سنسعد اليتيم وسنسعد ابائنا وامهاتنا بالتبرع عنهم. بطاقه اهداء خذوها من رقم الجمعيه موجود اسفل الشاشه، ارسل ايصال عليهم وهم يوصلوك بطاقه اهداء، او الا سهم الاسره تاخذ الدرع، والا تاخذ كذلك وثيقه تاسيس. شيخ فلاح اليتيم وعبد الله الحربي يقول انت دخلت البرنامج عشان الوقف، ايش بتقول؟ والله ونعم اذا كان عشان الوقف، مع اني كنت انا رافض جدا دخول البرنامج، كان يقنعني في هالمكان. والله اني قلت لا تدخل، قلت يا اخوي انت شايب كبير ما تصلح، قال لا والله اني ابغى ادخل، قلت له والله اني احسد على الاجر اللي جيت. يعني ما دخلت عشان الوقت؟ لا ما دخل عشان الوقت، لا والله ما دخل، دخل طال عمرك بذراعه وبفزعه جمهوره ورغبته، مع توفيق الله له. اقول اليوم على طاري عبد الله الحربي، اليوم عبد الله الحربي هو يا محمد مسفر كانوا معنا او كنا احنا وياهم في المطبخ وصوتوا لهم الجمهور وفازوا بتصويت جمهورهم. فانا اقول كنت اقول ميد ابو ميد سيف معي كان سيف، كنت اقول شوف سبحان الله فرحتهم فرحه عبد الله ومحمد انهم راحوا لوين؟ راحوا للغرفه عشان يرتاحون. شوف كيف فرحتهم هم علما ان لو راحوا للسجن بيكون اللايف عليهم وسوالف وضح، بس حسوا بانتصار وراحوا. صحيح لذة انتصار. ايوه انا اقول هم كانوا يعني يستبشرون وينتظرون دعم جمهورهم. فأنا أقول قسها بعيدا يعني بعيدا عن القياس، لكن نقول ترى اليتيم ينتظر فزعتك أنت يا المشاهد. يا سلام. ينتظر فزعتك أنت يا المشاهد، ينتظر أنه يلبس،
ينتظر انه يعين ملابس، ينتظر انه يعين اغراض المدرسة، ينتظر انه يعين الاشياء الاساسية اللي حنا ندور الكماليات عشانها. فانا اقول نبي وقفتكم مع هؤلاء، تراه يتيم وارملة وفقراء، يعني ثلاثة. تراك انت تغني امرأة ارملة تشتغل ليل ونهار عشان تكد على عيالها، فانت بتغنيها وتغني عيالها، وعيالها هؤلاء يمكن يكونون مهندسين، معلمين، دكاترة. فأنا أقول ادفع باللي تستطيع، 10 ريال، 20 ريال، لو ريال، لو نص ريال، بما تجود به نفسك حتى تكون شريك في هذا الأجر العظيم. يا رب بيض الله وجهك، والله يكتب أجرك، وحنا كلنا متفائلين. بيض الله وجههم الشباب، حريصين علي. نايف ثامن سعود علوش، ثوب متعفط مع الكرش، كل شيء يقول شد ثوبك شد ثوبك. الله يجزاكم خير، يبغون يطلعون مديرهم بالشكل الزين، الله لا يحرمني منكم. احلى ناس، كيوت. في نقاط، ها؟ في نقاط؟ والله تستاهل نقاط. تستاهل. طيب كم تعطينا؟ والله كل واحد 500 نقطة، والله تاخذ 500 وتاخذ 500. الله يبارك فيك. والله. تخافون على شكلي عند الناس يطلع زين وتقول شد ثوبك، يا طيبكم طيبة. لأنك شخص أنيق، وتعودنا على جماليتك في الحضور، وطلتك الحلوة. فتخليني شاد بطني واجد كذا. طيب، صلى على رسول الله. عبد الله الحربي، كنت بجيك يا سيف، بس عبد الله جلس جنبي. مرحبا وترحم وطرت. من بعد سيف. خلاص سيف، سيف عندك، عندك انت سيف. والله ما اسال ابو عبد الاله، اشكرك على اتاح هذه الفرصه نحن نتحدث في عمل الخير. اقول بيض الله وجهك وجم الله حالك، ومن هذا المنبر اطلب وناشد الجمهور اللي تابعنا واللي ناظرنا من امام الشاشات. احنا والله ما نتكلم ولا نسولف ولا ندردش معكم، الا نبيكم تساهمون في هذا الوقت. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انا وكاف اليتيم كهتين في الجنه مع رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وسلم. فوالله ما نحث ولا نكلمكم ولا نكرر عليكم، الا والله نبيكم الاجر، نبي لكم الاجر زي ما نبي الاجر حين بعد. لو اوصيكم مبادروا، وراح كثير ولا عاد باقي الا القليل، 500 سهم قادرين عليها من 300 ريال. واطلب من جروب دعمي ان ينزل تغريده فهذه المبادره الجميله. شوف فرق الدعم المتحركه، شوف الناس اللي واثقه فرق الدعم حق انه مبادرين لعمل الخير. الله لا يحرمنا منك سيف، بيض الله وجهك على الكلام ان شاء الله. اللي يبغى الخير له ولفرق دعمه احسن بعض الناس جالسين جلسه غلط. طيب، غزي الحربي تبرع ب 100 ريال، شباب دعجون الروقي او شباب 300 ريال، يوسف الحربي 100 ريال، علي العمري 100، ما شاء الله علي العمري ما قال 100 ريال، كبرها شوي وقال كم؟ 1000 ريال لعبد علي العمري، جزاه الله خير. بيض الله وجهه لليتيم اللي يستشعر انه راح يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه مرافق له، ويشرب من يده الطاهره شربه لا يظمى بعدها ابدا، هذا هو اللي بيتبرع. اللي يستشعر انه يبغى رحمه الله في وقت كل واحد منا يبغى رحمه الله، لان لن يدخل احد الجنه بعمله، قال الصحابه: ولا انت يا رسول الله، قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. اللي يستشعر ان الله بيرحمه اذا تبرع اليتيم بيشارك الان ويبادر يرفع الجوال للتبرع اليتيم. عبد الله الحربي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أمس جالس أنا واحد من الشباب بالغرفة، تخيلت ما بسوليف أنا وياه، تخيلت نفسي أني أنا يتيم وأبي أكمل دراستي، من اللي يدعمني؟ أو تخيلت مثلا أني أنا أبغى أشتري سيارة وحاجة الفلانية، من اللي يدعمني؟ فالجمعية تدعم اليتيم يحقق حلمه، يحقق اللي بيوصل له، الإنجاز اللي يطمح له اليتيم. الأب والأم اللي تابعونه بالشاشة، أنت تطمح ولدك للأفضل، اليتيم من اللي يتمنى له؟ الجمعية. فأنت تبرع، لا تبخل عن نفسك بالأجر. قبل فترة من الفترات فيها أحد خواتنا تبرعت بنية أخوي المرحوم عبد السلام الحربي، وتبرعت بنيتي، فأسعدتني وأسعدت أخوي بقبره وأسعدت يتيم وأسعدت أهلك. والله الذي لا إله إلا هو أني رحت صلي الوتر، أني دعيت لها الله، إن الله يوفقها بحياته زي ما أسعدتني أنا وأخوي وهلي واليتيم برضه. فعشان كذا أقول لكم يا جماعة الخير، لا تبخلون عن نفسكم بالأجر. بيض الله وجهك يا عبد الله، ورفع الله قدرك. تبرعات ابشركم كل ما دخلنا وذكرنا، لانه الفرحه الحين احنا في المنعطف الاخير لاكمال الوقف. عطنا المبنى يا مخرج، شغل الشاشه عندنا، خلنا نشوف المبنى الاستثماري لوقف اليتيم داخل حدود الحرم في مكه المكرمه، اللي ما بقي عليها الا القليل، والجمعيه راح تفرح وتسعد باكتمال مشروع هذا. المشروع ما يكمل الا بكم، انتم اللي بداتموه من الصفر، الان وصلوا الى مراحل جدا ممتازه، يعني فقط 500 واحد الان، 500 سهم متبقيه يا جماعه الخير من 300 ريال. وإن كان عندك 300 ريال، 150 ريال يصير 1000 واحد منكم من 150 ريال لاكتمال الوقف. فما أجمل الآن أن نبادر، واعلموا جيداً أن إحنا أهل ذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم،
وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فحنا مذنبين، لكن ما أجمل إذا أذنبنا أن نلحق السيئة الحسنة حتى الله يمحوها. فحنا الآن عندنا مثل هالعمل، لأن الصدقة تمحو الخطيئة، أيوة، وصدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فما أجمل اليوم حنا عندنا ذنوب أننا نتبرع حتى رب العالمين سبحانه وتعالى يبعد عنا هالذنوب اللي ممكن تؤدي بنا إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فمجالنا ومكاننا يا الخير الآن أن نبادر، والتبرع ما يأخذ دقيقة ولا دقيقتين، سهل الباركود أو روح تطبيق الراجحي، تضغط التحويل ثم جهة خيرية ثم اكتب الجديدة بالتاء المربوطة ثم يطلع لك ست أيقونات أو خانات. قبل الأخير مكتوب وقف اليتيم، أضغط عليه وشارك ب300 ريال يا 500 واحد. أنت اللي تتابعيني نعم، أنت اللي تتابعيني نعم، لا تقول الناس اللي بيتبرعون الله يجزاهم خير وإن شاء الله يكملون، مو بشرط 300 على فكرة، 50 20، المهم يكون لك سهم لكفالة الأيتام مدى الحياة داخل حد الحرم، لأنه أجور مضاعفة. كما أنك تصلي في الحرم صلاة ب100,000 صلاة، كذلك العلماء قالوا بأنه حتى الأعمال الأخرى. فما أجمل اليوم أن نشتري مكاننا في الجنة برحمة الله ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم. منى الحربي 100 ريال، راشد آل شبر أعتقد أو شبر 50 ريال، يا يارس، هذه سيارة يارس ولا الياس؟ الياس لا أقرأ قبل الله ياسر ياسر لا والله ياسر وين الراء؟ خلها ياسر. ار وين هي؟ هذه وين انت ايش تبي؟ خطي لا اقدر. واي اي يارس 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 صح عليك يارس ايه؟ بالانجليز تسعة لا تفكرك مهندس انت تعرف. يارس يارس بالانجليز اربعه كل كاتب اسمه على اسم سيارته. 50 ريال. مزنه حسن الصيعري 100 ريال. نواف الغامدي الحمد لله غمد فيهم خير، تبرعون الله يجزاهم خير 100 ريال. شقرة القحطاني 100 ريال. محمد شهيد الله وجهك. محمد الحربي 50 ريال. وشاهرة الجملة 50 ريال. أحمد محمد 50 ريال. والخير قادم من أهل الخير كلهم، لا نحدد أحد، كل من عنده القليل أو الكثير حطه. ترى اللي يقول احيانا والله بحط ريالين 3 ريال، ترى القليل عند الله كثير كما تملك الله. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. الله لا يحرمنا من الوجه. فيصل اول شيء راح الكثير ولا باقي للقليل. رساله الى المقتدر ماليا او التاجر، التاجر او المقتدر ماليا لو جاء ضيف اقل شيء 5000 ولا 6000 بيقوم حفل له، خاصة إذا كان طناخة في دراس، خاصة إذا كان والله صدق، خاصة إذا كان ضيف مهم أو له مكانة. فاعتبر أن اللي جايك أو اللي بسير عليك أنه يتيم، فبادر قبل أن تغادر. الله يرفع قدرك وجزاك خير. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقول ما نقص مال من صدقة بل تزد فتزد. الله أتغشش الشيخ، لا غش ما يجوز. عبد الله عتيبي بارح ابراهيم وانت الحين فقره، خايف ما اغلط في خايف اغلط في الحديث. كل واحد فقره. الله يجزاك خير، في توزيع فقرات ان شاء الله انهم يسمعوا الكلام باذن الله يوصل لهم. الله يجزاك خير يا فيصل ويرفع قدرك طول عمرك ويجزاك عنا خير الجزاء على ما تقدم من كلمات نافعات المشاهدين والمشاهدات. غلاء العطوي والله اني افرح كل فقره نجي يرسلون الجمعيه عليه تبرعات بدقيقه. يعني شوف يا عبد الله دقيقتين 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 3 دقائق، يعني هذه تبرعات بعد ترسل، يعني معناها ان كل دقيقه 3 دقائق الناس كل ما ذكرنا تذكروا. وهذا ترى يعني ممكن بعض الناس يقولون كل يوم يا ناصر تدخل عمل سابقين تتكلم عن الوقفيه، بدخل كل يوم 20 دقيقه نص ساعه حتى يكتمل هالمبنى ويكتمل هالمبنى. اي فما انتم شايفيني على في وقت فقراتي، لانه هذا عمل خير ودائما العمل خير موجود يا جماعه الخير فيه امر. يعني انا متذكر وقف عثمان بن عفان استمر 1400 سنه والحسنات تمشي لعثمان بن عفان رضي الله عنه. احنا ودنا نكون مثل عثمان بن عفان، الوقف هذا لو يكتمل داخل حدود الحرم البرنامج ذا بقى عليه كم يوم ينتهي، لكن الاوقاف ذي والمباني ما تنتهي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فهذه يدوم، لكن احنا ما ندوم في الدنيا، فكروا بعقل ومنطق. ايش فيني عصبت انا؟ وعثمان رضي الله عنه من المبشرين بالجنه، ومع ذلك ما وقف من عمل الخير. يا سلام. ولا وقاف مو بعد حنا اللي الله يرحمنا برحمته. الى الان لا زال وقفه مستمر الى الان. الرقم حساب بنكي على فكره. كم باقي شخص من 300؟ 500 شخص بس. 500 شخص والله انا لو ربعك الحين اهلك اتكلم يتبرعون الان. يا جماعه الخير يا اخي بادروا يا جماعتي يا ربعي. مو مشهد هو تذكير الناس الله يجزاك خير. اتمنى منكم انكم تبادرون تحتسبون الاجر. بادر قبل أن تغادر،
والناس اللي فيهم مرض، الرسول اللهم صل عليه اللهم صل وسلم عليه يقول داو مرضاكم الصدقه، فاذا تعاني من شيء واذا فيك مرض يعني يا ما سويت شيء مستشفيات تروح ما الله كتب لك الشفاء، ممكن بالصدقه والتبرع الله يكتب لك الشفاء. فبادر قبل ان تغادر، يعني باقي 500 شخص من 300 ريال ونحتفل كلنا باذن واحد احد والله وبالله وتالله ان نسعد سعاده يتقفل الوقت، فسعادتنا مربوطه بعد الله فيكم، ف جملونا عسى الله يجملكم. يعني بقيس لكم، انا احب الحصه الرياضيه يعني الان مثلا تغريدتي هذه شافها تقريبا قرابه 500,000 واحد، يعني ما يقدرون 500,000 واحد 500,000 نص مليون واحد شافها التغريده، ما يقدر يعني لو ندفع نبغى 500 واحد منهم الان يبادرون. بذره الخير موجوده في امه محمد صلى الله عليه وسلم، والله في القران يقول ذكرا فان نفعت الذكرى، التذكير مطلب، احنا نذكر لاجل انه يذكر بعضنا بعض، انا اليوم اتبرع بكره اتبرع كذلك انتم. 500 واحد الان ب 300 ريال نقدر نكمل مشروع ومبنى، ها هو شوفوه على الشاشه، شوفوه هذا ترى في براندات عالميه دانكن وغيرها مستاجرين عندهم في مكه، العقار معروف يرجع راس المال بعد 20 سنه وحولها، لكن الجمعيه مشكورين بفكرهم الجميل، اجروا على براندات عالميه زي وقع العقود معهم في 3 سنوات يرجع راس المال والايراد يبنون به وقف ثاني، فانت ب 300 ريال هذه بتبني وقف ثم الوقف ثم الثالث ثم الرابع بمبنى، والمبنى يبني الثاني والثاني يبني الثالث، ولهم جرب 300 ريال هذه. فلنتامل مثل هذه الابعاد للحسنات اللي راح تجينا من الله سبحانه وتعالى. يا اهل الخير ويا باغي الخير، اقبلوا على عمل الخير ليتيم فقد والده او يتيمه طفله يزينها وش حلوها، ها حنا اخوات المتسابقين ولا بناتهم اذا جو على لها مباشره قال الجمهور يحليلهم يزينهم يهبلون يجننون، ترى الله يطول عمر عيالكم، لكن بعض اخواننا اخواتنا يعني الايتام او عيالنا فقدوا اباهم في سن صغير، فالان ذولي ما لهم بعد الله سبحانه وتعالى حنا وقفتنا تجاههم حتى يكونوا معول بناء للبلد، ومشكوره حكومتنا الله يجزاها خير فتحت لنا مجال حتى احنا ننجي انفسنا من نار تلظى، والله لو وقفت عنا الجمعيات وين راح نتبرع؟ بنبلش صدق، يعني الجمعيات فتحت لنا لاجل احنا علاقاتنا في الدنيا، ما نقص مال صدقه بل تزد يكثر مالنا، والله يبعد عنا الحوادث والكوارث بصدقتنا، وفي الاخره تدخل مع باب الصدقة وتتجه هناك إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتصافحه وتكون مرافق له وتشرب من يده الطاهرة شربة لا تظمأ بعدها أبدا، هذا سيناريو، وكمان صدقتك حينما ترسلها تستقبل رب العالمين بيديه فيربيها كما يربي أحدكم في الأول وصغير الخير، يربيها لك الله هو غني عنك وعن صدقتك، لكن يربيها من رحمته ومن حبه لك انك يقربك الى عمل خير، ثم تجي يوم القيامه جبال من الحسنات عشان 300 ريال تشتري جبال من الحسنات انت ب 300 ريال هذه، هذا هو العقل المنطقي في كلامنا هذا. فاشتروا ما قاعدكم في الجنه بتبرع قليل الان ننفقه نجد عند الله. طيب ثم التبرع سم نحط لنا هدف اللي هو 1000 سهم ونقفلها خلال اليوم، صحيح ترى ما عاد الا 500، ما عاد في هلفه بعد الله 500 سهم باذن الله ان تكتب. تم التبرع بسهم الوالدين من ام احمد الغامدي، واتمنى الدعوه لابني احمد بالفرج العاجل. خلي ناصر الغامدي يدعو لنا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن ابنك احمد وان يحفظه لك وان يجعله قره عين لك وان يجعله من الصالحين الهداة المهتدين الصالحين المصلحين يا رب العالمين. وهنا معك ابو فيصل يبي الدعاء لصلاح ولده ابي ناصر الغامدي، يقول عشان الوالد يسمع لازم تكفى، ابشر على خشمي، نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح لك ولدك وابشر بالخير دام هذا طريقك، وانك تبرعت بنيه صلاح الولد فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب سيسمع يعرف حالنا ومكاننا ودعائنا فسيستجيب لك، فاكثر من عمل الخير وسيصلح الله لك ما اعطاك، هذه المعادله مع رب العالمين. طيب نروح المن ناصر بريك. انت تكلمت قبل شوي صح؟ اي عاد عين ها؟ تعين ايش؟ كاميرا. اي عينها. اول شيء صلوا على النبي ما عاد بقى عينها، يعني الاخوان الجزائر يعني انظر اليها انظر الى الكاميرا. اول شيء صلوا على النبي ما عاد بقى له 500 سهم و اعطوني مويه والله بسيطه ان شاء الله باذن الله. اعطني الله يسعدك. 300 سهم اقل منها اكثر اللي انت تقدر، ولا عاد بقى لنا تقريبا قرابه ال 20 يوم او 25 يوم يقفل البرنامج والوقف بيتقفل ان شاء الله، بيكتمل او بيتوقف كلها سوا. فيه ان شاء الله اللي فيهم اللي حقين الخير واجد، ولكن الله يبيض وجهك اللي انا حانه اللي فيكم والله معه ويقول بكره بدفع بكره بدفع لين يتقفل الوقف وهو ما استفاد شيء، ولكن نصيحه اخ ونصيحه محب
بادر قبل أن تغادر. والتجارة الحقيقية هي تجارتك مع الله، والله لا مالك نافعك ولا شيء نافعك إلا الوقف ذا اللي بتصدق فيه، تصدق فيه تذبح هذا الحين وتنساها بكرة عقب ساعة وانت ناسيها. وكم أنت متى بموت؟ عمر أمة محمد تقريبا إلى 70 إلى 70 قليل ما تجاوز ذلك. أما الوقف هذا معك بعد مماتك، فاللي أبي منكم والله لا لأني مستفيد شيء ولا أحد من إخواني إذا مستفيد شيء ولا هو بداخل جيبنا شيء، نصيحة محب بادر بادر باللي تقدر عليه لو بعشرة ريال شكرا. الله يبيض وجهك يا سمي. وصح ترى فيها جوال 24 ساعة عند أخي. ليش؟ أنت تقول إذا قفلت الوقف لكم 24 ساعة. إذا قفل اكتمل الوقف إيش؟ اكتمل الوقف إن شاء الله اليوم. إن شاء الله بتعطينا الجوالات إنكم واعد إن. أبد تم والله على خشمي والله نكتمل الجوالات 24 ساعة. يزعلون الجمهور ما يزعلون بكيف. أهم شيء إن نسعد اليتيم هناك. ثلاث أيام. من هنا من اليوم إلى. اليوم وش النومينيه؟ اليوم الاحد. اي الاحد الاثنين الثلاثاء النومينيه الخميس يعني سبع ايام وثلاث ايام. يا جماعه الخير خلاص الاحد الاثنين الثلاثاء الى الاربعاء. ابشر بسعدكم. تم لا الى الاربعاء الى الاربعاء. شفت فرحتنا؟ والله كيف فرحه اليتيم؟ والله اني صدق. وبعدين عقب شهرين ان شاء الله ندخل الشتاء، الناس تبي لها ملابس دف خلق الله. والله لو يجيك واحد يدق بابك يقول ابي منك شيء ان تعطيه لو ما معك لو انك تسلم فيا اخي ب 10 ريال كلكم 10 ريال 10 ريال 10 ريال وقف الوقت. صدق ترى احيانا بعض المشاريع تكتمل بمبالغ يسيره، يعني في حملات احيانا الجمعيات يقول تبرعوا له بريال، بعض الناس ما يتبرع بريال، لو تقول تبرع بريال ما يتبرع بريال صح، يتبرع تلقى ب 50 ولا 100. يستحي من الله سبحانه وتعالى. ايوه يستحي من الله سبحانه وتعالى ويقول لا الريال قليله لان يبغى الخير يعمل الخير ويتبرع ب 100 ولا 200 3 مليون. احنا اليوم قلت تبرع باللي بس المهم اننا نجتمع. اي بعشر يعني ريال مع ريال. اختي ام عبد الرحمن الله يجزاها خير كلمتني تقول يا ناصر، اختي سحر طبعا بس عليها بالخير واختي فوزيه الله يحفظهم، تقول يا ناصر انتم دائما تقولون السهم 300 ريال 300 ريال، ترى بعض الناس ما يقدرون 300 ريال صعبون عليهم. نعم. فعليا بس هو سهم وضعتها الجمعيه، لكن احنا نقول اليوم تبرع باي مبلغ تريده قوم تعاون وما دلوا، لكن خلينا نسهلها اليوم، خلينا نقول السهم ما نحط سهم ب 10 ب 20 يعني مثلا ام بتسرح بعيالها بكره المدرسه ها تقول والله ما عندي الا مثلا 50 ريال في متبرعين ب 50 ريال وفي ب 5 ريال وفي ذاك اليوم واحد تبرعت 100 ريال تقول والله ما املك الا 100 ريال ترى ما تواصلت معي يا اختي الله يجزاك خير اللي تبرعت 100 قالت والله انا مصروف عيالي وقلت لها انا والله لك من عندي 1000 ريال هديه على مبادرتك لنطبق وانا سبب مرسلني الله لنطبق ما نقص مال من صدقه بل تزد فان الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فترى ما تواصلت معي لعلك تواصلي معي ان كان عندك تويتر والا رقم القناه ويخبرون الاخوان رجاء لاني ما بعد وصلني اي رساله فالله يرفع قدري. فالان زي ما قال الشباب لما قالوا ان اكتمل الوقف الجوالات اعطيهم 24 ساعه قلت تم ليس لهدف فقط اكمال الوقف الاثر المتعدي من اكمال الوقف الاثر المتعدي ان المبنى بيستمر 100 سنه 200 سنه الجوال ده 24 ساعه يستمتعون الشباب يكلمون اهاليهم ينبسطون وال 24 ساعه وتعدي لكن الوقف يبنى ويستمر مئات السنوات واحنا بنموت وننهي البرنامج ونموت بعده بعد عمر طويل على الطاعه وهم مجره يقول سعود علوش طلع من الحلاق عشان سمع طاري الجوال شوف يا مخرج بالله تكمل على سعود علوش عند الباب سمع طاري الجوال وراح تترك الحلاق وتارك فقره الله يهديك مخرج اجبر سعود علوش جبته في مخرج عندنا وراح يتعشى مضغوط بيتنا اعلام مضغوط بيتنا ابو عبد الله انت تقول الجوال ان شاء الله يا سعود اذا اكتمل الوقف باقي 500 متبرع احنا قلنا اي من 300 ريال لكن احنا قلنا الناس برعون باي مبلغ يبون الجوالات اهداء لكم مده 24 ساعه الله يجزاك هذه كلمه للاثر المتعدي للوقف لان يعرف انا وزاره اوقاف لها 10 سنوات الى الان قائمه من تسويق في القناه اسمع ايش يقول ثلاث ايام ايش يقول يا سعود عليك نبي ثلاث ايام الوقف تكمله ثلاث ايام لا لا اقصد الجوال ثلاث ايام لا لا تبطي حاضر كذا نبي شاحن تبطي حاضر كذا نبي شاحن مع الجوال والله العظيم ثلاث ايام ها طيب والله انا انبسط نقطة بس الله يعطيك العافية الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا تحقرن من المعروف شيئا وانا امتدادا لكلامك يا ابو عبد الاله فيه قصة كان فيه احدى الخلفاء في العصر الاسلامي بنى مسجد فلما بنى مسجد جته رؤيا انه يدخل الجنة بسبب هذا المسجد وتزاحمه عجوز تكررت الرؤيا ثلاث ايام فطلب انه
ان الحاشيه والحرس يشوفون من هي هذا العجوز. ويوم استدعوها وعرفوها وجابوها قال انت وش قدمتي؟ يعني انت 3 ايام وانت معي في الرؤيه تزحميني بسبب هذا المسجد. قالت والله اني ما اقدر ابني مثلك مسجد، لكني كنت اساعد اقرب الطوب اللي هو البلك. كانت بس تقرب البلك تقربه للعمال، ومع ذلك دخلها الله سبحانه وتعالى في رحمته وانها داخله في بناء هذا المسجد. فلا تحقرن من المعروف شيء، والله لو 100 ولا 50 ولا اللي تقدر عليه هذا والله وصدق. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك. الحين ايش في مشكله عندكم في تكفيله والله اعلم وصلى الله على محمد؟ يعني ترك السبيعي جاب العيد، سيف سالم جاب العيد، والصلاه والسلام على رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. الصلاه والسلام على رسول الله تدوخون فيها السنتكم تتلوى. هذا وصلى الله على محمد، دوخ السنتكم تتلوى. انا لاني ابغيت اختم قبل ما تحرج، فجات التشارع بيني وبينك. حلو حلو حلو، بيض الله وجهك. طيب هنا تبرع من كاذيه فرحان طامي من 300 ريال، تقول امي تقول اتبرع لها واخلي ناصر يقرا اسمها. الله يحفظ امك كاذيه فرحان طامي، يطول عمرها على طاعه. وتحيه لك من على الهواء مباشره عبر شاشه قناه الواقع الفضائيه في هذا البرنامج الاضخم والاجمل بتواجد المتسابقين. اخواني الله يبيض وجيهم. وهنا تبرع من سالم، يتبرع ب 300 ريال كذلك ويطلب الدعاء. والتبرعات كذلك هنا منيره الحربي وراشد سالم وحسن الصيعري ونوره الحربي وكذلك عبد الله العتيبي. لكم معك جوال متبرع ما درينا. لا ما ودي اعلنها يعني. ما تقدر الله يكتب اجرك. طيب هذه تبرعاتكم وفقره الرادار. اعتقد مخرج ترى انا ما اسمعكم تكلموا، في احد حي في الكنترول كلكم اموات، تكلموا خليني احس فيكم معي ناس. اي عسل. الرادار جاهزين؟ طيب منتظرين الرادار. اذا احنا معكم جمهورنا الكريم ومع هذا الوقف